السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، اليوم سوف نقوم بشرح كيفية التسجيل في موقع شركة ماكينتاش وكيفية الضغط على الإعلانات. على بركة الله سوف نبدأ بهذا الشرح، تابعوا معي. نأتي إلى سيجنال. الشركة صادقة يا إخواني، شركة رائعة، وطريقة العمل أو التعامل مع هذه الشركة فهي سهلة جدا. ثم نأتي إلى هنا ثم نضغط على شانجو. مثلا سوف نقوم بكتابة اليوزر نيم الخاص بالشخص الذي سوف نقوم بالتسجيل معه. مثلا أنا سوف أقوم بكتابة هذا اليوزر نيم. كما تشاهدون هذه الخانة تكون خاصة بالشخص الذي دعاك إلى هذه الشركة أو المحتضن الذي تريد التسجيل معه. هنا نقوم بكتابة الاسم الشخصي. وهنا نقوم بكتابة الاسم العائلي. وهنا نقوم بكتابة الجيميل الخاص بنا. نأتي إلى هنا ثم نختار الدولة. مراكو. هنا نختار اليوزر نيم الذي سوف نقوم بالعمل به مع هذه الشركة. مثلا تختار اسم المستخدم الخاص بك، يعني مثلا تختار أي اسم. مثلا سوف أقوم بكتابة هذا اليوزر نيم. مثلا تختار أي اسم، يعني من اختيار ديالك لكي تقوم بالعمل به مع هذه الشركة. هنا نقوم بكتابة الرقم السري الخاص بنا. ثم هنا نقوم بإعادة كتابة كلمة السر حتى يتأكد الموقع من أن كلمة السر مضبوطة وصحيحة. نأتي إلى هنا ثم نختار البنك الذي نريد العمل به مع هذه الشركة. مثلا أنا سوف أختار بنك البايير. هذا بنك رائع جدا وسهل في التعامل، ويرسل لك بطاقة خاصة تأتيك إلى البيت، وتوجد فيه اقتطاعات قليلة جدا. أنا على ما أظن فهذا هو أحسن بنك، هو البنك البايير. أنا سوف أختار بنك البايير. ثم هنا نقوم بكتابة الرقم الخاص بنا في البنك البايير. ندخل إلى البنك. هذا هو حسابي في بنك البايير. كما تشاهدون يوجد لدي دولار واحد. هنا سوف نجد رقم الحساب الخاص بنا في بنك البايير. هذا هو رقم الحساب الخاص بنا. هذا الرقم هو الذي سوف تقوم بإعطائه لأي شخص أراد أن يقوم بتحويل لك أي مبلغ، يعني سوف تقوم بإعطائه هذا الرقم حتى يقوم لك بالتحويل. نقوم بنسخ هذا الرقم ثم نأتي إلى هنا ونتمم العملية ونتمم عملية التسجيل. ثم ندخل كود الكابتشا ثم نضغط على هذا المربع. ثم نضغط على ريجستري. إلى هنا تكون قد انتهيت من عملية التسجيل في موقع شركة ماكينتاش. إلى هنا سوف تأتيك رسالة في الجيميل تطلب منك التسجيل. يجب عليك الضغط عليها. مثلا سوف يأتيك هذه الرسالة، يوجد فيها جميع المعلومات الخاصة بك، اليوزر نيم الخاص بك، وتوجد فيها الرقم السري الخاص بك، ويوجد فيه رابط. يجب عليك الضغط على ذلك الرابط لكي تقوم بتفعيل حسابك مع هذا الموقع. إلى هنا تكون قد انتهيت من عملية التسجيل في هذا الموقع. يجب عليك الضغط على هذه الرسالة لكي تقوم بتفعيل حسابك مع هذه الشركة. للتذكير فقط، هذا سوى حساب تجريبي. أنا كنت قد تسجلت في هذه الشركة من قبل. سوف أدخل إلى حسابي الشخصي. نأتي إلى لوجين. الطريقة سهلة جدا في التعامل مع هذا الموقع. حسنا، نأتي إلى هنا ثم نقوم بإدخال أو نقوم بكتابة اليوزر نيم الخاص بنا.
وهنا نقوم بإدخال الرقم السري الخاص بنا. هنا نقوم بإدخال الكود الكابيتشا. الموقع سهل جدا في التعامل يا إخوتي. ننتظر 10 ثواني حتى ينتهي هذا العداد، ثم ندخل إلى حسابنا الشخصي في هذا الموقع. نضغط على كونتيني. كما تشاهدون فهذه هي صفحتي وصفحتك الشخصية في هذا الموقع. الآن سوف أقوم بشرح كيفية شراء الباقات من هذا الموقع من الأرباح التي تأتيني يوميا. كما قلت لكم أنا أستعمل بنك الطير، وهذه هي البنوك التي يدعمها هذا الموقع. على ما أظن أن بنك بايزا سوف تقوم الشركة بحذفه، لهذا فأنا أنصح جميع الإخوان والأخوات الذين يريدون التسجيل أن لا يقوموا بالتسجيل بهذا البنك. نضغط على بنك الطير حتى نرى الأرباح. كما تشاهدون فهذه هي أرباحي لهذا اليوم في هذا الموقع، 4.11 دولار من أرباحي اليومية، و3.8 دولار من أرباح الكوميسيون الأشخاص الذين قامت بالتسجيل عن طريقي في هذا الموقع. الآن سوف نذهب كما تشاهدون علي أن أقوم بشرح بعض النقاط. هذه الخانة تتعلق بالأشخاص المسجلين معي، وهذه الخانة تتعلق بالباقات الإعلانية التي قمت بشرائها من هذه الشركة. أنا توجد لدي 162 باقة فعالة في هذا الموقع. سوف نذهب إلى شراء باقات أخرى. نضغط على بورشاس بوزيسيون. أنصح جميع الإخوان بالالتحاق بهذه الشركة لأنها شركة صادقة وفيها أرباح جيدة. هذه هي الباقات التي توجد في هذا الموقع، وهذه هي المستويات التي توجد في هذا الموقع. أنا سوف أقوم بشراء من باقة 1 دولار. أنا سوف أقوم بالاستثمار في باقة 1 دولار. نضغط على بورشاس. ثم نأتي إلى هنا. كما قلت لكم من قبل، هذه هي أرباحي اليومية. هنا نجد البنك الذي نقوم بالعمل به مع هذه الشركة طير، وهذه هي الأرباح. توجد لدي في الإيرنينج بالانس 4 دولار، وفي الكوميسيون بالانس 3 دولار. أنا سوف أقوم بشراء من الإيرنينج بالانس. نأتي إلى إيرنينج بالانس ثم نضغط، ونأتي إلى هنا ثم نختار البنك الذي يوجد لدينا فيه المال. أنا سوف أختار بنك الطير، وسوف أقوم بشراء 4 باقات. ثم نقوم بإدخال كود كابتشا، ثم نقوم بالضغط على هذا المربع، ثم نقوم بالضغط على باينانس. كما تشاهدون إلى هنا أكون قد اشتريت الباقات الإعلانية من هذا الموقع بأرباحي اليومية.
ننتظر حتى يأخذنا الموقع إلى صفحتي الشخصية، ثم نقوم بشرح كيفية الضغط على الإعلانات حتى نستفيد من أرباحنا اليومية. أما بالنسبة لي كيفية الضغط على الإعلانات فالطريقة سهلة جدا، مثلا نأتي إلى هذا المربع الذي هو بالأحمر ثم نقوم بالضغط عليه، وهو سوف يأخذنا إلى الإعلانات التي يجب علينا التي يجب الضغط عليها. نضغط على أغريا، للتذكير فقط، إذا رأيت نفسك يعني دخلت إلى أي واجهة من هذه القناة ولم تعرف كيف تقوم بالرجوع إلى صفحتك الشخصية، يجب عليك الضغط هنا Overview، تضغط هنا ثم يأتي بك إلى صفحتك الشخصية. كما تشاهدون يا إخوان، لقد انقطعت 4 دولار وازدادت عندي هنا 4 باقات. طريقة شراء الباقات من هذا الموقع سهلة جدا، هذا هو الرابط الخاص بك. مثلا إذا أراد أي شخص أن يقوم بالتسجيل معك سوف تقوم بإرسال إليه هذا الرابط، هذا أو هذا. الآن سوف نقوم بالدخول إلى الإعلانات، نأتي إلى هنا ثم نضغط. ننتظر حتى ينسي هذا العدد. أنا كنت قد قمت بالضغط على الإعلانات من قبل، لكن حتى يعرف بعض الإخوة وبعض الأخوات كيف يقومون بالضغط على الإعلانات، أردت أن أقوم بالضغط حتى يعرف جميع الإخوة. طريقة سهلة جدا، لقد انتهى العدد. ثم نختار الواجهة التي تشبه هذه الواجهة، مثلا هنا توجد محفظة، سوف أضغط على هذه المحفظة حتى يأخذنا إلى الإعلان الثاني. سوف نضغط كما تشاهدون يا إخوان، طريقة سهلة جدا، وحتى الإعلان لا يأخذ منك سوى بضع ثواني. كما قلت لكم من قبل، نختار الواجهة التي تشبه هذه الواجهة، مثلا سوف نضغط هنا، وأي إعلان تقوم بالضغط عليه سوف تجد الرقم مكتوب هنا في هذه الواجهة هنا. حتى يجب عليك الضغط على الإعلانات حتى تصل إلى 20 إعلان هنا. عندما تصل إلى 20 إعلان سوف تقوم بالضغط على هذه الخانة. وإلى هنا تكون قد انتهيت من عمل الضغط على الإعلانات وتنتظر الأرباح اليومية. سوف أقوم بالضغط هنا عاوتاني. كما تشاهدون فهذا إعلان ثاني، يجب عليك الضغط على الإعلانات حتى تصل إلى 20 إعلان هنا. لكي تستفيد من أرباحك اليومية من هذا الموقع يجب عليك الضغط على 20 إعلان حتى تراها هنا 20 إعلان. عندما ترى هنا 20 إعلان سوف تضغط هنا لكي يأخذك الموقع إلى صفحتك الشخصية. أنا يوجد لدي مشكل في الكونيكسيو، لدي ضعيفة شيئا ما، لذلك لا تظهر الإعلانات هنا، لا تظهر الشركة التي نقوم بالضغط عليها. إلى هنا أكون قد انتهيت من هذا الشرح يا إخوتي.
كما قلت لكم فالكونيكسيو لدي ضعيف شيئا ما. أما بالنسبة لهذه الشركة فهي شركة صادقة وتوجد لديها مصداقية بقيادة الأستاذ محمد الدوسري. وعندما تريد الخروج من هذا الموقع تضغط على هذه الخانة. بالنسبة للإخوان الذين يسألونني هل من الممكن أن نشتري الأسهم أو الباقات في المستوى الثاني؟ نعم يا أخي، بإمكانك أن تشتري الباقات الإعلانية في المستوى الثاني، لكن يجب عليك قبل المرور إلى المستوى الثاني أن تكون لديك 100 باقة فعالة في المستوى الأول. على الأقل يجب أن تكون لديك 100 باقة فعالة في المستوى الأول حتى تستطيع الشراء في المستوى الثاني. إلى هنا أكون قد انتهيت من هذا الشرح عن كيفية التسجيل في هذا الموقع وكيفية الضغط على الإعلانات.